شاركت نساء من مختلف دول العالم في منتدى النساء البرلمانيات باجتماعات الجمعية 46 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي. هذا وتتميز مملكة البحرين بحضور مؤثر في مسار جهود تحقيق توازن بين الجنسين. عقد منتدى النساء البرلمانيات في اجتماعات الجمعية 46 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي. هذه الجلسة الثالثة لمنتدى النساء البرلمانيات، وهذه الجلسة مخصصة للموافقة على الأعضاء العضوات الجدد لمكتب النساء البرلمانيات. السنة أو في هذه الاجتماع يتجدد عندنا نص أعضاء مكتب النساء البرلمانيات، يصير في نوع من التدوير ما بين المجموعات الجيوسياسية. حققت مملكة البحرين مكانة رائدة في المؤشرات الدولية لقياس تقدم المرأة. كانت الاجتماعات والمواضيع المختلفة التي تحدثنا عنها ممتعة للغاية، خاصة في منتدى المرأة. في رأيي أنها مناسبة جيدة حقا للقاء مع مختلف الناس. إنه أمر رائع للقاء ما رأيته هنا. ما لاحظته أن البحرين قامت بترقية معايير اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي وجعلتها أقوى، وعجبني أن المرأة قوية وتأخذ مكانها المناسب. المساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة يسيران جنبا إلى جنب. نحن ممتنون للبحرين على ضيافة اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، وقد قضينا وقتا رائعا، ونأمل في المرة القادمة أن نعود في زيارة عادية. منتدى النساء البرلمانيات جاء لتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية الدولية وتقديم وجهات النظر وتهيئة مساقات التضامن والتعاون أمام الدبلوماسية الرسمية. يأتي منتدى النساء البرلمانيات للتأكيد أن المساواة بين الجنسين تعد ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والسلام والديمقراطية، وهذا هو النهج الذي تنتهجه مملكة البحرين. ريم جناحي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.